بعد ما كان الفريق يلي شهد أكبر عدد من الانتقالات بفترة ما قبل انطلاق الموسم، أعلن نادي هومنتمن رسمياً عن تشكيلة الفريق المشاركة ببيبسي بطولة لبنان لكرة السلة لموسم 2015-2016، حيث كان لاعب الارتكاز الأمريكي نورفيل بيل صاحب 22 سنة آخر الوافدين. وقد أكد رئيس لجنة كرة السلة جيمانوكيان أنه الفريق رح يكون منافس شرس بظل ميزانية بتبلغ 620 ألف دولار. إذا بقول لك أنه بدي أربح البطولة بكون يعني موهوم، بس قل لك انه رح اعمل مفاجآت كتير كبيرة، ماني متوقع غير هيك. ولا فريق بيحب يجي يلعب عنا، هذا اللي بعرفه for sure. Our success rate بالأورنج هال is very very high even when we had weaker teams. بذكر انه تقريبا 20-25% منه حتى بطل أرمني، يعني صار جمهور لكل لبنان، صار فريق لكل لبنان، صار فريق بيمثل مش بس طائفة واحدة، بيمثل كل الطوائف في لبنان، بيمثل الناس اللي بيحبوا الباسكتبول الحلو. صار في عنا names، صار في عنا size، صار في عنا tactical choices أكتر، صار فينا نعمل matchups على الفرق. كان هديك سنة ما عنا matchups، نجرب نعود بكولكتيف افورت لنظبط السيت ابس. هالسنه احسن بكتير، وهالسنه الحلو انه فريق كتير صغير كمان مثل هيديك السنه بيقدر يلعب بانرجي كتير عالي بالملعب، بيقدر يلعب باجريسيفنس كتير عالي بوث اندز اوف ذا فلور. اول 2 3 جيمز من الشامبيونشيب بيتحسن، والفريق رح يصير ثريت لحل نادي بيلعب ضدنا. ورح يشهد الجهاز الفني للنادي الارمني هالموسم حضور نادر ولافت للجنس اللطيف، رح يتمثل بمساعده المدرب ولاعبه الهومنتمن السابقه أليك تباكيان. انا صار لي 17 سنه بالهومنتمن كلاعبه، هي اول سنه بكون كاسيستنت كوتش عم مثل الفريق، وهيدا الشيء اكيد بيشرفني كثير، وان شاء الله يعني يكون قد الحمل، انجاز كثير كبير يعني كلاعبه كاسيستنت كوتش. وبشجع كل البنات يعني دائما ما يفقدوا الامل، حتى لو البنات الرول تبعهم قليل بالدومين سبورت. دائما لما كنت العب ضد الهومنتمن وشوف هالجمهور، يعني مثل ما بيقولوا يكون في حرب قلبي انه لا انا حابب، مع انه جمهور شافيه كبير، بس جمهور الهومنتمن يعني بتحسي قد ما الملعب كمان بيستوعب كل هالجمهور الكبير، بتحسي حالك يعني عايشه يعني عايشه بغير مدينه. وجود ثلاث اجانب بده يسمح لك، اذا بدك يعني بده يجبرك انه نغير طريقه اللعب، يعني يكون في بتعرفي انه الديسيجنز هلا بطل في اجنبيه وثلاث لبنانيه، اوقات راح تكون انه ثلاث ارباع الديسيجنز بيد الاجانب. نحن هون بدنا نكون انه بدنا نستوعب هذا الشيء ونعيش على خلاله. نحن منا اندر دوغز، فبدنا نفرجي هالشيء على الملعب، ومثل ما قلتي رح يكون عندي دور اكثر هالسنه. اذا الجماهير البرتقاليه يلي شافت فريقها عم بيودع البطوله من الدور ربع النهائي الموسم الماضي رح تبني امال كبيره على فريق مدجج بالنجوم.